جينا واستقرينا في أدري. وحقيقة نحن في أدري جينا لقينا الوسط الرياضي هنا محتاج الكثير، يعني في أنشطة الليلة فاقد المعسكر فاقده بصورة كبيرة. الأنشطة دي متمثلة في كرة القدم، كرة الطائرة، باقي الأنشطة الرياضية المتعددة، وده حلقة كان مفقود بصورة كبيرة داخل المعسكر. جينا هنا وواجهنا ياهو بعض الصعوبات أو بعض الظروف الزول عشان يطلع من الروتين اليومي، فحبينا إنه بنعمل منشط رياضي ثقافي بيجمع الشباب وبيجمع المجتمع عموما، لكن خصينا الشباب في المرتبة الأولى، وبدينا بالبادرة كجهد فردي في البداية. بعد ذلك مشينا اتمرحلنا إلى أن وصلنا إلى مبادرة بقول لها مبادرة أنقذ الجنينة. فالمواجهات كان أو الصعوبات اللي واجهتنا كان كيف تحصل اللجان الأمنية ولجان الأمن في المعسكر عموما، بعد ذلك مجلس الشيوخ، وما شاء الله في واحد بيقول له شيخ مشايخ في القطاع الشمالي إبراهيم قريش ساعدنا في بعض النقاط، وبعد ذلك استقبلونا بحفاوة وبكل روب اللجان الأمنية وصرحوا لنا وصدقوا لنا بالتصاديق المريحة. بدأنا بالدوري مبدئيا كان ليلي، واليومين أو بعد الربع النهائي وصلنا له من الأب بالمساء. قدر بداية طبعا الليلة زول بتقوم بمشاريع جامعة بكل الأطياف، بتكون شوية شنو بتواجهك صعوبات، ونحن الحمد لله واجهنا عدة صعوبات قدرنا نتذللنا بعضها، والبعض ما زال شائك. الدورة ده ما منود به الرمضان بس، لا نحن دارين نستمر في الأنشطة الرياضية والثقافية عموما نتواصل فيها، يعني بغض النظر عن الفصول او التفاصيل الثانيه نحن دائما نستمر. الهدف من الدوره ده رتخ النسيج الاجتماعي وخرس القيم الشبابيه الرياضيه داخل الشباب وداخل الوسط الشبابي عامه. وضعنا خطه مبدئيا كده، قلنا بنبدا بالدوري ده، بعد نهايه الدوري بنطلع منتخب يمثل المعسكر او يمثل معسكرة أدري عموما في الاتجاه او القطاع الشمالي ما يسمى بمعسكر ام جرس، بنطلع منتخب والمنتخب داير انه ينافس لنا باقي المعسكرات مثلا مكي او تنجي ولاشا وكل المعسكرات اللي بتدور في تشاد او شرق تشاد دي. نحن في المعسكر في الحقيقه الفترة الجاية خطتنا واضحة جدا جدا، ألا وهو دعم الشريحة الشبابية، والشريحة الشبابية ذاته في يعني شريحة معينة اخترناها بتحتاج لدعم ولوقفة بتعجيها، يعني عندها الباء أو عندها السيط الطويل إنه تدعم وتجيب مع الشريحة اللي نحن هنختارها في الفترة الجاية، لانه بصراحه في افرازات الليله في الوسط الشبابي ابتدى بيظهر، لو ما اداركنا الحاجه دي بصوره كبيره حيكون حيتفشى داخل كل الاوساط بغض النظر عن الوسط داخل المعسكر او خلافه. حابين من او نناشد المنظمات الدوليه بتجي وترأى دور الشباب هنا، هم قاعدين بيسووا في شنو عشان يطلعوهم من الروتين اليوم اللي قاعدين فيها من الأطالة والملل والحاجات الكثير ده اللي بتؤدي الى مشاكل سلبيه اكثر من اللازم. فبنرحب بالمنظمات الدوليه ان وجدوا، وهم بالفعل موجودين لكن ما مفعلين دورهم تجاه الشباب والدور المطلوب. يعني الليلة زول كده يعني يخلو من الأحلام الخاصة ما في، لكن نحن هسي بنشوف الأمل الجماعي، بعدك إذا أتيحت لنا الفرصة ممكن الزول يشوف الحاجة الخاصة. بتمنى إنه ربنا يديم الأمن والأمان في ربوع الوطن الحبيب وأم السلام في كل بلادي. نتمنى الرجوع سالمين خانمين تامين لامين، كلنا كده مع بعض إن شاء الله.